عندي سؤال أخير. يعني في يوم القيامة في الجنة، راح يكون أحكام الدنيا نفسها؟ لا طبعا. يعني دي هنا مثلا في الدنيا يعني الزواج لازم صح؟ الزواج شو؟ لازم يعني كمال الإيمان يقولونه. يعني أنت في الجنة ما تريدين تتزوجي؟ أيوة طبعا. والله في آية لهم ما يشاؤون فيها، أنت حرة، الله يجعلك لا تتزوجين، أنت حرة وقتها إن شاء الله كل شيء تتمنيه يصير. ايه الحمد لله. لان الله يقول لهم ما يشاؤون فيها ولهم فيها ما يشاؤون، مطلقه. واحد يدخل الجنه يقول لك ما اريد اتزوج. حتى يعني مطلقه اختيارك مطلق، كل شيء مترك طالما انت في الجنه. نعم. نعم، شكرا لك يا حكمة.